كدمع على مستوى الفخذ ديالو. الاكزامان كلينيك في الاول بين غير ان كونتيزون زعما الحمد لله ما تكونش حاجه صعيبه. اليوم غد ان شاء الله غنحضر فحوصات اخرى باش تاكدوا من الصعوبه ديال الاصابه ديالو، ولكن اون برينسيپ ما تكون صعيبه بزاف ان شاء الله. نتمنى ما تغيبوش على اكثر مباراه. الحمد لله اللاعبين كلهم في صحه جيده. زريده الحمد لله رجعنا من بعد ليكساسيون ديال ليبول اللي كانت عنده في المباراه الاخيره في البطوله هنايا. الحمد لله كلشي لاعبين مزيانين ونتمنى يبقاو ديما مزيانين ان شاء الله.